السلام عليكم، معكم حليمة بن منصور. مؤسسة الحنان جوج للإعدادي والثانوي قامت بالواجب ديالها وجدات جميع الضروريات واللوازم لدخول مدرسي مطمئن وآمن لجميع التلاميذ ديالنا في ظل هالظروف الخاصة اللي كتعيش بلادنا. إلا كان التلميذ غادي يجي للمؤسسة قبل ما يدخل، غادي يكون طاقم خاص اللي غادي يراقب درجة حرارة كل تلميذ. من بعد كيدوز كل تلميذ لمرحلة تعقيم اليدين، ومن بعد كيمر فوق واحد الطابي باش يعقم رجليه وكيتم تعقيم المحفظة ديالو. أما فيما يتعلق بالنقل المدرسي غادي نعملو بالتوصيات ديال الوزارة، وكيتم أيضا قياس درجة حرارة كل تلميذ وتعقيم اليدين قبل الولوج للحافلة. من بعد ما كيدوز التلميذ من هذه المراحل يمكن ليه يدخل المؤسسة بطريقة سلسة ومحترمة لمسافات التباعد الاجتماعي، بالإضافة لوضع ملصقات تحسيسية على طول الممر والدرج، وكذلك المواد المعقمة اللي كتحفظ تلامذنا من أي ضرر. وفي الأخير كيجلس التلميذ بشكل منظم في الأقسام للحضور الدروس ديالو، علما أنه خاص يبقى ملتزم بالمقعد ديالو من الدخول حتى الخروج. ومن هذا الباب كل الإجراءات الاحترازية غادي تحترم، كمنع تبادل الأدوات، تعقيم اليدين قبل وبعد استعمال الستيلي. أما وقت الاستراحة غادي يكون وسط القسم بحضور الأستاذ. تعقيم جميع مرافق المؤسسة في نهاية الحصة، إجبارية ارتداء الكمامة، استعمال المرافق الصحية بشكل منتظم. وكاينة واحد نقطة مهمة بغيت نشير لها، هي خاص الأباء يتعاونوا معنا باش نتفادوا التجمعات والزحام أثناء الدخول والخروج. في الدخول يجيبوا التلامذ في الوقت، وفي الخروج يجيو لهم الوالدين في الوقت. ولا قدر الله بان على شي تلميذ أعراض أي مرض أو شي حد من العائلة تصاب بهذا الفيروس، فما خصوش يجي المؤسسة. هذه الفترة حساسة وغنتغلبوا عليها إن شاء الله بفضل الاحترام الصارم لكل هاد التدابير. كنشكركم بزاف على التفاهم ديالكم. الحنان شريككم في نجاح دراسة طفلكم.